بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان واخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنا درنا في الدرس الخامس كيفاش نديروا لانسيرسيون ديال ان تابلو، كيفاش نتعاملوا معاه، يعني من ناحيه النصوص، من ناحيه الالوان. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا التتمه ديال الدرس الخامس، وغادي نشوفوا دي زوبسيون اللي شويه افونسي في انشاء جدول. غندخلوا ليكزامبل ديالنا اللي كنا خدمنا عليه، نحاولوا نتعاملوا مع هاد لو طابلو هذا. دونك كما قلت لكم، يعني الجدول كيتكون من دي كولون اي دي لين، يعني دي كولون كيكونوا عموديين ودي لين كيكونوا افقيين. دونك بار اكزومبل بغينا نسوبريو مثلا هاد لالين هادي، كنجيو كنحطوا المؤشر هنايا وكنكليكيو على بالدروات ديال لا سوري وكنديروا سوبريمي سيلول. فوالا، هاي سوبريمات. بغينا نسوبريمو مثلا هاد لاكولون هادي، نديرو لها سوبريمي، سوبريمي كولون، هاي سوبريمات. نديرو تراجع، نخليوها مثلا. بغينا نزيدو مثلا شي لين ولا شي كولون هنايا حدا الثلاثاء، نديرو انسيرسيون، نكتبو انسيري كولون ا غوش ولا ا دروات، يعني بغينا نشوفو واش بغينا ا غوش ولا ا دروات، سا ديبون على النص ديالكم نتومايا. فوالا، هو زاد لي هنايا وحدة ا غوش. بغينا نزيدو وحدة مثلا كولون ا دروات، كنديرو ا دروات، هاهي زادت هنايا. فوالا، بغينا مثلا هاد لالين هادي نحذفوها مثلا، نجيو سوبريمي لين اونتيير، كيحيدها لينا. دونك فوالا، يعني كيما قلت لكم هنايا كتزيد في لاطاي ديال الطابلو ديالك ولا تنقص منو. تاني حاجة غادي نتعلمو اليوم هنايا ان شاء الله هي بار اكزومبل مثلا هنايا في هاد لاكولون هادي، بغينا نقسموها مثلا على جوج ولا على ثلاثة ولا على سا ديبون داكشي لي بغينا حنايا. دونك دائما كنكليكيو بالدروات ديال لا سوري، كنديرو فراكسيوني، هنا كيقول لك شحال بغيتي من كولون وشحال بغيتي من لين. يعني مثلا بغينا نديرو ليها مثلا أربعة باغ اكزومبل، يعني كيما لاحظتو ها هو قسم لنا أربعة ديال الخانات. يعني نكتبو فيها مثلا هنايا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. فوالا، مسألة أخرى بغينا نتعلمو ليها مثلا هي هاد الإثنين مثلا معجبتناش، مثلا كتابة ديال الأفقية، بغينا نبدلو ليها لوريونطاسيون ديالها. كنمشيو هنايا كنكليكو دائما بالدروات ديال لاسوري، كنمشيو لوريونطاسيون دو تكست، كنشوفو هنا حسب النمط اللي بغينا حنايا، واش بغيناه بهاد الطريقة ولا بهاد الطريقة، ولا مثلا هاد الطريقة هادي. يعني فوالا، طلعتو يعني الشكل ديال الكتابة ديالها تغير. مسألة أخرى، بار اكزومبل بغينا نبدلو مثلا هاد البورديور ديال هاد لاكولون هادي، كنحاولو نسيليكسيونيوها، كنمشيو دائما لا توش دروات ديال لاسوري، كنجيو البورديور وكنكليكيو على هاد السهم هذا، كيعطينا انا بزاف الانماط. كنحاول نختار مثلا شي نمط بغينا حنا مثلا يكون باين شي شويه، ناخذ مثلا الاسود. كما لاحظتوا كيعطيكم واحد الشكل ديال القلم، يعني بحال كيقول لك رسم نتايا الانماط اللي بغيتي نتايا. كنحاولوا نرسمو هنايا مثلا، بغينا هادي خمسه، يعني حسب يعني الشكل ديالكم كي بغيتو ديروه نتوما. دونك الى هنا كيكون الدرس ديال اليوم سهل، يعني حاولنا نتعرفوا على اربعه ديال الحوايج اليوم، هما اللي هما كيكونوا تقريبا دائما كيكونوا في هاد لاتوزوات ديال لاسوري. يعني حاولنا كيفاش نتعلموا نزيدوا ولا نسوبريميو كولون ولا لين، حاولنا نديروا فيزيون، يعني نقسمو مثلا اون كولون على ثلاثة ولا أربعة ولا سا ديبون شحال بغينا حنايا. حاولنا
نتعرفوا كيفاش نبدلوا النمط ديال لي بوردور. وشفنا ثانيا شفنا مسألة أخرى هي الأورينتاسيون ديال لو تاكس، يعني كيفاش نتعاملوا مع لو تاكس، نديروه أفقي ولا عمودي ولا. وكلا هنا كيكون الدرس ديال اليوم تالا. إذا كنتم من الناس الجدد حاولوا تشتركوا معنا، ولا كنتم مشتركين معنا حاولوا ديروا لنا واحد اللايك باش تدعمونا، بارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل لعدد كبير من المشاهدين لتعمل الفائدة. وما نساوش يعني واحد المسألة، يعني دائما فاش كدير دي موديفيكاسيون في المستند ديالك دائما دير اونريجستري ولا اونريجستري سو. يعني كان مثلا عندك المستند دايجا كدير اونريجستري باش يدخلوا ديك التعديلات، سينو كان المستند باقي جديد كدير حاول كدير اونريجستري سو، كتعطيه اسم وكتحتفظ به في الاورديناتور ديالك. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.